أنا أخذت على حالي عهد إني لازم إني أضلني طوله أنا بصحتي وبمروتي وبعفيتي ما قاطع أي فعالية لأهالي الأسرة ولا أقاطع أهالي الأسرة. قد ما تقدري اصبري والصبر ربنا بعوض الصابرين خير ان شاء الله بيطلع لهم ابوهم ان شاء الله بالسلامه ويوسف ان شاء الله بقبع عريس كبير وزينب بقبع ان شاء الله الاخرية عروس وما شاء الله عليهم ما رحتوا عند ابوك لما رحتوا تزوروه انا بحب ابويا كثير لانه حنان علينا وكل ما نروح عنده بنكلم مع التلفون دخلوا كل أولاد ما عاد أنا وأخويا وزعلنا عشان أبويا محبوس وإحنا ما مرقناش عنده ولا هالقد زعلاني. أولاد الأسير كان لما أسر أبوهم كان الولد لسه في بطن أمه بعدين يعني قعدت 5 سنين بعد ال5 سنين يعني الوضع ما سمحش سنها صغير فهم انفصلوا عن بعض وظلوا الأولاد عندي رغم إنهم يعني أنا قديش بعطيهم حنان لكن بعد حنان الأم والأب ما في شيء. ليلة الزيارة والله البنت ما عرفت تنام وأنا بشوف حنيني فيه هو يا ويلي لما يستنى ابنه ولا بنته تخش عليه ويحضنها. نفسك تشوف عمار ضايل عمار شهر يا حبيبي يما ضايل شهر يا حبيبي ويروع على الدار. محمود ابني عمره 14 سنة لما انسجن عمار كان عمره 2 ما بيعرفوا بعض كان دائما يحكي نفسي أشوف عمار فجأة تعب ومرض ومرضه كان عبارة عن زراعة نخاع ولا واحد من اخوته طابق عليه. في الاخر توصلنا عن طريق كتير مؤسسات انه عمار لازم ينفحص ونعرف هل عمار مطابق عليه ولا لا لانه هو الامل الوحيد اللي حيعطي اخوه النخاع. بعد 20 يوم تطلع النتيجة انه عمار مطابق على محمود ومحمود حيزرع النخاع من اخوه عمار. إنك تشوف ابناء أولادك التنين واحد مريض واحد أسير التقوا في بعض لكن ما التقوش. أنا بقول لك هلقيت إنه العمر هذا راح وانفقد خلص واللحظة دي ماتت. أنا ما شفنا بعض ما حكينا مع بعض ما لمسنا بعض وراح عمار ورجع تاني على سجنه ومحمود زرع النخاع ولكن القدر بعد شهر محمود مات. المرض أخذ مني واحد والموت أخذ مني واحد والأسر أخذ مني واحد يا ويلي. عشر خمسة 73 اعتقل جوزي
كنت أنا أم لثلاث أطفال وحامل. بعدين اعتقلوا ابن ضيافة 90. فجأة إنه محمد انحبس. محمد بده يخلص ضايله 18 يوم. بتعاطف مع ضيافة كتير. يعني كأنه طالع من عنده لسه لقيت هو صغير. كبر يوم من 16 سنة. لقيت كمان يومين بده يوفي. لأربعين ويدخل في الواحد وأربع سأقعد من 64 سنة وأنا بستنى. كتير سألوني يقول مضيعة القوية، أقول لهم لكن أم أنت بتشوفش مضيعة في بيتها، بتشوفش مضيعة لما بتنام كيف بتنام. يا رب تخلينا عايشة بس أشوف عينيا زي أيام ما بشوف. والله 46 عيد مع 23 عيد أم، حرام علي ما خش علي العيد. أعتقل ابني رامي، وكانت زوجته ساعة يعني صغيرة عمرها 20 سنة وإله 3 شهور بس متجوز. يعني بجد أنا عشت المأساة مرتين، مرة في اعتقال زوجي ومعاناتي الكبيرة وأنا مليئة. يعني كنت أتنقل من بيت لبيت وأنا ما فيش إلي مكان أقعد فيه بجد. يعني أنا بس لما هي اعتقل زوجها يعني أنا حسيت فيها وفي معاناتها، وخاصة بعد يمكن أسبوع أو أسبوعين عملنا تحليل إلها وعرفنا إنها حامل. بعد 5 سنوات من اعتقال رامي استشهد أبوه، صارت المسؤولية تكبر. بجد كانت الظروف صعبة، صعبة كتير وقاسية إنك تواجه الحياة لحالك. قديش بحاول إني أبين قوية، مش عارفة إيش اللي يعني. أنا شفت بابا من خلال الصور، يعني أنا حتى الآن يعني بعرف وش بس عن طريق الصور. يعني أبو بنت في الصف يجي يسأل عنها، بشعر بالحزن وشوي زي هيك، بس واحد بحاول يعني يمسك أعصابه بس ما يحس. يعني الآخرين صح إنهم مبسوطين، ما تحسسهمش يعني بالحزن اللي أنت عايش فيه. حاول يعني إنك تمسك أعصابك قدامهم، تفرح معهم وتنبسط. بعد 6 سنوات رحت أزوره، هنا قعدت أنا أدور عليه وهو يدور عليه، ما عرفتوش أنا وهو ما عرفنيش. هنا لما أنا ما عرفتوش تصعبت كتير من الزيارة، وقلت طول ما أنا قاعدة معاه وهو أنا ببكي، ما قدرتش أتحمل ولا حاجة مني وهو بيحكي معايا. حكيت معاه بالنسبة للزراعة، حكى لي إن عند موضوع هذا ما تحكيش. قال لي معي ريم أنا ما كنتش عندها لما خلفتيها. قال لي أنا بدي أحس إنه إلي طفل، بدي أشيله على إيدي، بدي أحضنه، بدي أخذه، بدي أطلع أنا وياه. لو آخر يوم في عمري أنا حستنى رامي، لأنه رامي حبيبي وحياتي وهو عمري ودنيتي كلها. زوجة الأسير دايما كانت تعاني يعني عندي هنا من الفراغ الكبير اللي هي فيه، من وكانت تصيبها حالة عصبية من أي واحد يجي علي حامل ولد حامل طفل، تحكي وتقول لو محمد برا لكان أنا خلفت زيهم وقدهم. ومرات هيك تنبسط ومرات نفسيتها تتعب بالمرة عندي. طبعاً أنا عشت ليالي طويلة كلها طبعاً كانت فراغ وقهر،
وإحساس بالوحدة. فكانت يعني الفكرة المسيطرة علي في اللحظات هذه دائما قصة الزراعة. طبعا بعد ما كانت هي صارت فعليا يعني عندنا في غزة، كتير حوالي يعني صار مش عاجبهم الفكرة هذه يعني يعارضوا. صرت أنا في صراع داخلي في اللحظة هذه ما بين اللي أنا مقتنع فيه شخصيا وما بين العالم الخارجي اللي برا اللي مش مقتنع بالخطوة هذه. بعد ما تمت الحمد لله فترة الحمل هذه على خير، ربنا أكرمني بتوم، هم نادية وميساء يعني، واللي حتى كمان يعني ملوا علي حياتي. يعني هدول الأطفال اللي أنجبوا بنطف مهربة ممنوعين من الزيارة، في المستقبل حيواجهوا صعوبات، ممنوعين من السفر لأنه الاحتلال بيعتبرهم أطفال غير شرعيين. هذا الزمن هو مش محسوب من حياتي، أنا بعتبر أنه زمن واجب، لكن أنا في النهاية بقول أني أنا استطعت ولو بإشي بسيط أن أنا أختصر الزمن هذا في أني أنا أنجبت. الأسير مثل الطير اللي بيكون محبوس في داخل القفص، عندما بتطلق سراح هذا الطير بحاول يطير فبلتطم في الأرض. فالاحتلال اعتمد من خلال إبعاده إلنا على قطاع غزة إنه يحطم إرادتنا ويحطم عزيمتنا ويقتل روح النضال فينا ويقتل روح المقاومة والانتماء لبلدنا فينا. ولكن احنا بنقول للاحتلال وبنقول لكل اللي بسمعنا انه احنا رايح الحلم بضل راودنا وبضل ملازمنا وعايش فينا، انه نرجع في يوم من الايام على بلدنا ونقعد بين اهلنا وبين ناسنا، مشان لو مات انه يستحق قراءة الفاتحة من اهله ومن ناسه. وهنا نؤكد بأن هذه ليست حالة منفردة، وإنما تكاد تكون ظاهرة وحالة يعاني منها معظم أبناء الأسرى عندما يقدمون على مثل هذه الأمور الخطرة على حياتهم من أجل أن يروا أو يسمعوا آباءهم. طب أنت إيش اللي بخليك تروح بالقرب من الحدود مع أنه هذا المكان خطر على حياتك؟ أنا باجي هنا على الحدود بعد ما انحبس أبويا، وأنا بسمع أنه أبوي مصاب أمراض كثيرة، فأنا بخاطر في حياته باجي هنا على الحدود بحاول أن أتجاوزها، يمكن يحبسوني ويودوني عند أبويا. أسامة بن زيد لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إرسالها وتخرفت في خلافة أبي بكر الصديق. ممتاز. إذا رجع حد أشوف إبراهيم، أشوف عبد الله. يلا أنا تزوجت إبراهيم تقريبا كان عمري 20-21 سنة، وقضيت معاه 9 سنوات، أنجبت منه 4 أطفال، 3 ذكور وأنثى. إبراهيم انحبس وأنا تقريبا يعني له 8 سنوات، وهذا هذه الفترة طبعا أنا كبرت بالعمر، ويوم عن يوم بتعرض طبعا لضغوطات ومشاكل وهموم كتير من حواليا، وكتير لحظات بتجيني إني أنا بتعب فيها وبعاني، ونفسي إني ألاقي إنسان إني أحكي له إيش الهموم اللي جواتي. فيش حدا إنه أحكي له هذا الإشي غير زوجي. طبعا هو بعيد عنه بجسدي لكن روحه معي في كل مكان، بستنى اللحظة اللي زوجي يطلع لي فيها بإذن الله، لأني ما بدي حدا يشوفني إني أنا ضعيفة، عشان خاطر زوجي، عشان خاطر ولادي. بابا بيعاني من عدة أمراض، منها مرض السل وتضخم في الغدة الدرقية، وأنا كمان بطلب من الجميع أنه يساعدوه لأنه هو حياته بخطر، ولازم أنه بابا يتقدم له العلاج لأنه إحنا أطفال لسه صغار بدنا نقضي حياتنا مع بعض. أنا وزلمة عايشين إلى 10 سنين هالحين، يعني بس من بعد ما انحبس الولد أنا مرضت وهو مرض. كان سنه صغير 18 سنة، هو انحبس في الداخل
وانا انحبست في الخارج. اعتزلت العالم كله. لما اعتزلت العالم دخلت الامراض كلها. لما بتطلع الحجة بتروح مشوارها تجيب لنا مثلا اكل او بتاع من السوق بشعر بالوحدة اكثر. لان فيش واحد يناولني قنية الماء. زي ما انتم شايفين ان تعبنا من البعاد بعد ما بناكل هاللقمه بنحط رشنا بالنار. لا طلع ولا نزل. يا التلفزيون بحلقيه. نتطلع على الاخبار، نتطلع على المساجين ايش بصير فيهم، ايش بعمل فيهم. بصير لما بصير اصيح بعود يغير عليهم وبصير يحط على الاخبار. بتفقد الشباب اللي أصغر منه واللي أكبر منه واللي بجيله بتجوز. بصير قلبي يتمسحت من زي بتحسر. يقدرش أصبر. قلبي زي النار من جوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. غفران كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، والله كلنا بخير الحمد لله. كيف سلامتك؟ انت طمنينا عنك، كيف امورك؟ والله الحمد لله انا كويس وبخير. ديمت وانا بسمع صوت خطيبه حسن وانا في المنى كله يطوق. الله يخليك يا رب، يبارك بعمرك ان شاء الله ويخلي لنا اياك يا رب. شدي حيلك بدراستك عشان تخلصيها ان شاء الله، ويطلع ابو علي ونفرح فيك يا اختي هيك، ونسوي لك فرح فرح ما حصلش في الكون كله ان شاء الله يا رب. فكرة الارتباط في حسن هي فكرة قديمة لدي. من كنت في خلال دراستي في فترة الجامعة قرأت عن حسن الكثير، سواء ما كتب عن أو ما كتب حسن عن نفسه. شكلت هاي كلها محور رئيسي وحب للارتباط في هذا الأسير. أنا حتى اليوم لم ألتقي بحسن، لم أرى يعني نهائيا. خطبت أنا وحسن عن طريق الصور، تمكنت من رؤيته عبر الصور اللي كان يرسلها، وأنا عبر الصور التي كنت أرسلها لحسن داخل الأسر. ممنوعة طبعا من الزيارة بقرار بدواعي وحجج واهية اللي هي الحجج الأمنية. حتى الآن أنا وحسن في السنة الخامسة من الارتباط، لم أتمكن ولو لمرة واحدة من زيارته. كانت هي رسالة من هذا الأسير ومني أنا لهذا المحتل، أن إن كتبت علينا الموت فنحن سنواجه هذا الموت بالحياة. كانت رسالة أمل شكلت بارقة لكل الأسرى وليست لحسن وحده. ١٣ سنة وحسن في العزل وما زرتوش. بعد ١٣ سنة لما طلعوا الأسرى سمحوا لي أزوره. عاد حسن طلع يا ولدتي، شفت الطفل اللي بدور على أمه بتطلع هيك وهيك وهيك. من حد ما شفته بكيت أنا، وبينه وبينه تلفون. أول ما مسك التلفون اللي هو بيقول لي أنت جاي تزوروني ولا جاي تبكي يما؟ قلت له لا يما، أنا بس هدول بكيت عشان من دموع الفرح عشان شفتك. لقيت حسن مش حسن، صاير كبير واختيار ودقنه بيضة وشعره أبيض. فهو شايفني وأنا مخبي في العصاية. المهم زرته هالساعة إلا ربع وطلعت. بعت رسالة كان قرطوها الرسالة. آه إن كم آل من يعك زكي يا حجة، وأنت تحاولين إخفاءه. دمعاتك، دمعاتك التي تساقطت رغما عنك، هل ستسامحينني عليها؟ وهل ستغفرين لي عجزي عن كفكفتها؟ رجوتك بالإشارة ألا تبكي، وكان كلي يبكي. كان في داخلي طفل يصرخ ويبكي شوقا إليك. كنت أنظر إلى عيونك وأتأمل وأقارن بين اليوم والأمس البعيد.
أحمد من مواليد 1981، اعتقل 2001. من يوم اعتقاله لحتى الآن ما فيش يوم أو ما فيش ساعة ما بيجيش على بالي. يمكن كتب أحزاني هاي هي اللي سرعت لي في ألم القلب وتلف الصمام وغيره. مرت علينا كتير مآسي، كنا إحنا الاثنين نتفشش ببعض، أنا وأبوه لحالنا في البيت، من أقل إشي نعصب. في مرة اتصل علي واحد زميله كان معه في السجن، قال لي يا أم محمد كيف بتعملي المقلوبة والرز الأصفر؟ بقول له ليش؟ بقول لي أحمد بحبهم كتير وبعملنا إياهم في السجن، وبقول أمي هيك كانت تعملهم. من يوميها وأنا ما بتنحط المقلوبة أو الرز الأصفر وبكون بكامل وعي، حتى بتهيألي إنه أنا مش أنا. بالنسبة لزوجتي جاي بتقول أنا يعني ما بطلعش كثير يعني برا، أوسع المجال على أساس أظهر لحالها، لأنها بتشعر هي بنقص في مكان عندها في الحياة، إن ما فيش عندها لا أحد، لا أحمد ولا عندها زوجها. فبكون قريب أنا، يعني بخلي المكان يكون مسافة قريبة على أساس ما أبعدش عنها، وهي تكون أكون أنا تحت الطلب لو صار عندها أي شيء على المستشفى أوديها، صار عندها ضغط عندها أي شيء أنا أكون يعني موجود في أقرب لحظة. سويت البطاطا كليتها. هي انا بكلي في البيت، بدك الباذنجانات. ايوه. وعادي وغسلت الدجاجات بدي اسلكها كيف بعد شوي. وانا ولا لحالي عايش مع كاني مسجون وزياده حبه. يابا. طيب أبوي، طيب خلص سلمي، سلم على خواتك، سلم على أمي وسلم على الجميع. صار يبكي، كنت عن جد محتاج له، كان يطبخ لحاله جد. تدري يا معيط، انا تمنيت اني اموت ولا اشوف دموعه تنزل على خدود قد ما هو حنون. وانا كثير مشتاقه له وبحبه قد الدنيا كلها. وسام دائما بتتواصل معي بشكل دائم، ولكن في مساله من كثرة العلاقة اللي بتربطني مع وسام. يعني في إحدى المرات عندما كنت في المحكمة في عفر، فوسام بتتخلي العلاقة دائما موجودة بيني وبينها، فكانت فمسكت شعراتها، جزء من شعراتها قصتهم وعملت لي اياهم، تقول لي خذ هذول خليهم معك ذكرى، في المناسبة لساتهم معي. ابني شاب حبيب الله، لمن هو اخذوه سنه اولى جامعه، وما انا ربيته من حبات عيني، ما شفته شباب غير وانا عجزان وسير عجوز، يحطوه بين اربع حيطان ويخلوه، هذا كلام حرام حرام. ومريض كمان ابني، لو انه ناصح يعني بهمش السجن، بس مريض ابني، ومرض مخطر خطير، مرضه سرطان، يعني في بعد السرطان شيء، هذا يعني بده يموت اخريتها. انا بس اجيب لي ابني، بدي احط ابني على صدري واحضنه ويموت على صدري، يموت عندي اشوفه وهو ميت عندي يما، مش يموت عني بعيد يجيبوا لي بكيت اسود. السلام عليكم يا حجه. يا مرحب يا حبيبتي، كيف حالك يا حجه؟ صحتك كيف انت؟
الله يخليك، الله يسلمك. منعوني لأزور ابني، فقعدت أول إشي 7 سنين ما زوروش. فلما أني رحت أزور يعني سمحوا لي، فنادوا علي دخلت. فدخلت، لما دخلت ما في شيء إلا غير هالقفص البلاستيك والطاولة وكاميرا التصوير في الحيط. فلما أني مرقت قالت لي اشلخي أوعيكي، حطيت هذا الشاشة على الطاولة. قالت لي اشلخي كمان، حطيت الشاشة اللي تحتيها على الطاولة. قالت لي اشلخي كمان، حليت حزامي وحطيته. قالت لي اشلخي كمان، شلحت الثوب بدي أزور ابني. اللي هي بتقول لي اشلخي كمان، قلت لها نعم. مسكت ثوبي ولبسته ومسكت حزامي وتحزمت وحطيت شاشة على راسي وقعدت. قلت يا خواتي يا خوتي يا أهالي الأسرة، يهدي بالكم على أولادكم، إحنا أبنائنا اعتقلوا عشان الكرامة، فإحنا بدناش نهين كرامة أولادنا وكرامتنا عشان نص هالساعة اللي بدنا نزورها ولا ربع ساعة. ارجعوا تنرجعوا، بتلزمناش لزيارة، مازال فيها بشلحوا الوحدة بلبوس. أول ما بدأت حياتي مع أبو عمران في 87 انحبس هو، كان معايا 3 أولاد وبنتين. ولما انحبس هو كنت أنا حامل في شهرين، كان عمري يعني لسه ما كنتش ماشية جديد في 22. في يوم أول يوم رمضان هذا الحمد لله كنا ماشيين كله عياط بعياط، يعني إبراهيم يطلع في أبوه يقول له بابا تعال تغدى معانا، افطر معانا، يعني كان أي حاجة يكلم صورة أبوه. صار اشتباك جامد جدا جدا عندنا هنا، طلع اشتبكوا مع عمران، هم عمران من داخل البيت واليهود من برا. استشهد عمران ومحمود، يعني ما عرفتش عنه حاجة بعد 4 شهور لما عرفت انه ضايل طيب هو في مستشفى الرملة. كان يعني على الجريدة شفت صورته نايم على التخت وحواليه الحراس، والحمد لله يعني صارت صفقة شاليط وطلع ابو عمران يعني طلع نسيت كل اللي مضى، بس كنت طبعا حزنانه وزعلانه على محمود، يعني انه طلع هو وضل محمود في السجن. ابني هذا لما اعتقلت كان عمره 3 سنوات، فلما اجينا على السجن يعني كان عمره 18 عام، يعني ما شاء الله شاب. لكن انا كأب بصراحه يعني كانت يعني المبني او مبرمج في داخل العقل تبعي انه هو كطفل، يعني انا لانه الفتره هذه انفقدت من حياتي، انه اصبح في حاجز. يعني هو عمره 18 عام يعني بالغ الرجوله والكمال والكذا، فبيجي بتطلع انه ابوه بتعامل معه كطفل ولد صغير، فهذا شغله بالنسبه له صعبه عليه. يعني هو في 2003 اسر، تم اسره، لانه في 2011 أنا يعني بفضل الله تعالى تم الإفراج عني. فأنا بصراحة يعني لما تم الإفراج عني وخرجت من الغرفة ودعت ابني، فوانا طالع ما رضيتش أطلع وراي يعني أشوفه، لأنه مش حاب أشوفه يعني هو متأثر، وفي نفس الوقت أنا أبكي، يعني بديش يشوف الدموع في عيني وأنا طالع. يعني وقتاش ابني محمد اللي ابني مفوت ال 24 ساعة وحده، ابني اللي له غايب عنه 12 سنة. Thank you.
أنا كنت أعاني معاناة صعبة بمرض جوزي، أبوهم كان مريض، والحياة هنا في قطاع غزة كتير صعبة، ووقف جنبي وضحى كتير من عمره، هالراتب البسيط اللي كان هو بعبارة مصروف إله، استلف كتير من هون ومن هون وكان يسد منه وكان يحرم نفسه، لكن عشان هو الوحيد اللي كان يصرف علينا من هالمصروف الرمزي اللي بخص الأسير، كان هو يصرفه علينا. أنا صاحب أمراض ما بقدرش أشتغل، فعمار كان هو المعين لنا بصراحة. يعني أنا خجلة من ابن عمار بصراحة كتير، يعني كل 12 سنة أقضاه من عمره وأحلى سنين عمره، هو عارف، ويعني هو عمار عارف إنه إيد قدام وإيد ورا طالع من السجن، حتى فلوس اللي هي الجواز الشرعي مش معاه. المادة معانا يعني الحمد لله كويسة، بس ضعيفة شوية، بس الولد اللي في السجن مش مقصر من واجبنا أي حاجة، بقول لي الخطية والإتن في ركبتك ما تبخل عن أي حاجة معاكي، من علاج من أكل من شرب من مصرية، بس أنا بهونش علي أصرف من مصرية، أنا بضغط على حالي وعلى نفسي عشان يطلع يلاقي قرش يرفع معنوياته قدام الشباب، مش يقول والله قرش رايح بقى كلاته أمه إذا فرطة وضرتهن، ويطلع إيد ورا وإيد قدام، لا أنا بدي إياه يطلع يكون راجل جوا وراجل برا. أولادي أنا محروم منهم، بناتي مثلا، في عندي بنات عدل 17 18 سنة والله ما شفتهم، والله بنتي بيسان ويافا أكثر من أكثر من 17 سنة ما شفتهم، مش صدفة يعني تسمع منهم كلمة يابا، وهذا بالنسبة لي فعلا هو زمن مش مفقود، زمن يعني مش موجود بحياتي، والله العظيم ما زلت أعيش نفس السجن، مش لأنه غزة خاضع على حصار، لا لا، أنا شخصيا أنا من وقت ما طلعت لغاية الآن وأنا بعيش وحيد، بعيش وحيد، بحكي مع الثلاجة، بحكي مع الغسالة، بحكي مع البلاط، بعد البلاط، بعد السكف، بالكم حز بالسكف. يعني حتى هذا ابني حازم في فترة من الفترات وهو وأنا كنت في السجن كان دائما وأبدا يقول لي يابا أنا بدي أنحبس مشان أجي أشوفك، أقول له يا زلمة يعني أنت بفكر إذا بتنحبس يعني بدهم يجيبوك عند اليهود؟ أنا اليوم بتمنى إنه يكون بابا معي لأني جبت شهادة، هاي شهادة التقدير، وبتمنى إن شاء الله إنه يكون بابا دائما معي في هاليوم، لأنه هذا اليوم مميز عند كل يعني أبو بفرح ببنته وتكون جايب علامات حلوة، وبتمنى إنه بابا يطلع من السجن عشان دائما أوري علاماته. والله احنا اليوم جايين يعني في رحلة مع أبناء الأسرة وزوجات الأسرة وأمهات الأسرة. Thank you.
أنا اعتقلوا بابا لما كان عمري 4 سنين، وأنا هلقيت صار عمري 12 سنة ما شفتش بابا. لما عرفت إنه إلي زيارة انبسطت، لكن قلت لماما إنه أنا أو إيه يعني هحضن بابا وهبوسه، بس ماما قالت لي إنه مش هتقدري. قلت لها ليش؟ قالت لي إنه في إزاز بينك وبينه. فأنا زعلت. طلع من السليل أزور ابن دياء، خاصة بعد ما طلع أخوه من السجن. وصلني خبر إنه دياء محد ما طلع أخوه، يعني مش ماكل زي المدرب على الطعام. وأنا مشوقة اليوم، مشوقة أشوفه أطمن عليه وأشوف حاله، لأنه دياء تأثر كتير كتير. دياء تأثر بعد ما طلع منه من عنده أخوه محمد، وبالفعل محمد كمان متأثر في أخوه اللي ضل وراه من سنة ولا سنتين، 23 سنة وهو موجود ضيع في داخل السجن. فإن شاء الله يا رب اليوم أغب إنه صحتي تعبانة ومش قادرة إني أصل بالسلامة، بس أطمن على ابن ضياء. حلمي بدأ يتحقق، هذا الحمد لله إشي من عند ربنا حلو. أنا حلمي يعني بدأ يتحقق، فالحين أنا يومها أشوف أبوي وجه لوجه، بس طبعاً مش هقدر ألمس لأنه الزجاج يقوم بيننا. أول مبارح عرفنا أنه بابا معاه جلطة، فتأثرنا كتير وتعبنا، فصرت أقول وقت جدا تجي للزيارة عشان أشوفه. سمحوا لأمي دخلت عندي بعد 15 سنة، فكان لقاء صعب جدا على أمي. طلعت من الزيارة متوترة، وضعها صعب. أول جلطة يمكن كانت صبتها في داخل الباص، بدأت التغيرات على جسمها وعلى وضعها،
طبعا وصلت البيت شعروا فيها في البيت انها الـ 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 انها الحجه مش طبيعيه. تبين انه الحجه اصابها ثلاث جلطات. فاحنا بنحكي هذه الحاله من حالات الامهات الاسرى. بعد ما زارتني على مدار 15 سنه وضعت في سجن اخر، في سجن ثاني، غرفه مثل السجن كمان 11 سنه. فهي تتحمل كل هذه المعاناه من اجل ابنها انه كان داخل السجن بشكل عفوي وتلقائي. كان قاعد ودموعي بينزل لحالهم لسبب واحد، مثلا في رمضان مثلا او في الاعياد، كويس كل الناس بتروح بتعيد اسرها، ناسها، قرايبها، خواتها، امها. انت تبقى قاعد وانت تروح تعيد مين؟ تروح تعيد قاعد والله. ما شاء الله عليها مبينة يعني ما شاء الله عليها. لا طبوها بسألش الله عليها. كيف لك في الدراسة إن شاء الله كويسة؟ أنا أول حاجة كثير كثير مشتاقة لجوزي كأي زوجة، يعني لو أي زوجة جوزها يغيب عنها أسبوع قديش بتكون مشتاقة له. فشو أحكي على حالي، أنا 8 سنين جوزي بعيد عني وعن بيته وعن أولاده، فكتير اشتياقي كتير كتير إله. زوجي محكوم 3 مؤبدات، موجود حاليا في مستشفى سجن الرملة. هو بعاني في بتر في رجلي، عنده بتر في رجلي، وعملوا له عدة عمليات وبنتظر عملية جديدة بعد 6 شهور. وهو وضعه كتير كتير صعب. آخر معاناة واجهتني قبل يومين، أنا عندي بنت مريضة سكر، بنتي ساعة 2 بالليل أجتني كانت تعبانة كتير. فأنا يعني ما لقيتش حدا إني أستنجد فيه إني أخذ بنتي على المستشفى. أنا إلي 9 سنين ما شفتش بابا، ويعني لما أجت لزيارة لأول مرة كنت تخيلته يعني يكون زي اللي في الصور، طلع يعني على الطبيعة أحلى.